رايح فين؟ اشوف مراتي. مش هينفع. اوعى. مش هينفع ازاي يعني؟ للاسف يا فندم بصك في حامد تمام. انا مقدر كويس اللي انت فيه بس للاسف مش هينفع. ولي ها في حامد ازاي؟ خلينا نشوفها. طيب شوفوا مرة واحدة بس. أنا جبت تصريح النيابة عشان إجراءات الدفن. شكرا يا ابني. مالك، أنا عارف إن الموقف ما يستحملش، بس انت لازم تبقى موجود بكره في النيابه عشان نجيب حق مراتك وحق الناس اللي ماتوا. ها وبعدين؟ ايه هو اللي بعدين؟ خلصانه يا حبيبي خلاص، انا اصلا اشطر منك. تبقى مرتي اشطر. بأمرت ان انا وقعت اشطر سكيورتي سيستم في مصر وخليتك كمان تشغلني معاك. هو معنى انت عملت هاك على السيستم بتاعي يعني انت اشطر مني؟ امال ان شاء الله. وانت انا اللي سالك تعملي ايه براحتك؟ بتخشي عشان اعرف مكانك. والله؟ طب وحصل ايه بقى بعدها؟ لا ولا حاجه، احنا جنب على سرير واحد. يبقى انا اشطر منك ولا لا؟ انا اشطر منك. انا قلت كده غلط. قولي لي بقى، عاوزه اسيب الشغل ليه؟ عشان مش عايزه ابقى محسوبه عليك، عايزه ابقى ليا شغلي وحياتي لوحدي. وبعدين اديك شايف من ساعه ما اشتغلت معاك الناس بتتكلم بتقول ايه. حبيبتي من الاول هنا وفي اي مكان ملوش لازم اسيب الشغل وتروح مكان تاني. لا بقى ليه لزوم؟ ايه لازمته يا سيدي؟ عايزاك توحشني شويه، مش طول النهار في وشي في الشغل وفي البيت. على الاقل الاقي حاجه احكيها لك، مش طول النهار واقف لي زي اللقمه في الزور. يعني انا دلوقتي بقيت زي اللقمه في الزور؟ مالك علشان خاطري سيبني اعمل اللي انا حباه؟ وبعدين يعني انا رايحه على بوزيشن زي بتاعك بالظبط، وعمري ما هوصل للبوزيشن ده وانا في الشركه معاك الا بقى اذا طيرتك. ولا انت عايزني طيار؟ انت طيارين؟ انت انا سايبك تتعيش والله. بس ما تنكرش ان انا جامده. هو انت جامده؟ بقول لك ايه؟ تجيب بوسه. ايه ده؟ وحشه؟ لا حلو. انا بقول كده. سيبني انت يا مازن وامشي. انا مش هسيبك، انا هفضل معاك. اعمل اللي بقول لك عليه عشان خاطري. خد ابويا وامي وامشي. حاضر يا مالك. يلا يا بابا. يلا يا حاج. تعالى. هو مدخل على الجنة من غير حساب. غير سابقة عذاب. مما أنسى في وحدتها وفي وحشتها في غربتها. مما انزلها منزلا مباركا مع خير المنزلين. مما ارحمها رب. مما ادخل فسيحا من ناتك. عفو عنها واغفر لها يا رب.